أهلا بكم من جديد. إذن همزة وصل يوم الأربعاء تتركز حول سباق التوكيلات أو التفويضات الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية كما يسميها البعض. تستمر هذه السباقات، يستمر عمل التوكيلات للمرشحين المحتملين مع اقتراب العد التنازلي لإجراء الانتخابات الرئاسية، ثاني استحقاقات خريطة المستقبل. نرحب بمشاركاتكم وتعليقاتكم على عناوين التواصل الاجتماعي. نعرض الآن لأبرز تلك التعليقات والمشاركات التي وردت إلينا بالفعل عن طريق الفيسبوك من محمد ماضي. أول هذه التعليقات، محمد ماضي يقول: لابد من أن يكون لكل مرشح عدد معين تخصص له مصلحة الشهر العقاري، مثلا 30,000، حتى نتجنب التوكيلات الغير صحيحة، لإعطاء فرصة لبقية المرشحين أن يحصلوا على أي دعم من المواطنين. الوضع الحالي تستخدم فيه التوكيلات كآلة أو كوسيلة للحرب النفسية كما يسميها محمد ماضي. نذهب بعد ذلك لمشاركة أخرى من السيد محمد ربيع، يقول: لابد من أن يكون لكل مرشح عدد معين تخصصه له المصلحة. محمد عبدو من أسيوط يقول إنه يؤيد هذه المطالب لأن الأمر بات محسوما وبلا جدل للمرشح الذي يفضله، ويشير إلى السيد عبد الفتاح السيسي، وكما شهدنا إرسال توكيلاته في أسرع وقت غير الباقين الذين يدعمهم قلة ومعروفة كما يقول محمد عبدو من أسيوط. نذهب بعد ذلك إلى مشاركة أخرى من السيد عويضة. عويضة يقول: نحن لا نرى أي مشكلة في تحرير التوكيلات لألا تكون هناك توكيلات باطلة، وهذه حرية التعبير، فلماذا نحجبها؟ وزيادة عدد التوكيلات تعطي للمرشح دفعة قوية وتشجعه وتطمئنه وتطمئن محبيه أيضا. وحب أقول في البداية والنهاية الكلمة كلمة الشعب في صناديق الاقتراع. بالطبع يا سيد عويضة، هذه الكلمة ستكون للشعب عندما يذهب إلى صناديق الاقتراع ويرلي بصوته. عبد الناصر الكومي يقول: لا أؤيد وقف تحرير التوكيلات، فهذه حرية شخصية كفلها الدستور، فلا يجب أن نحجر على أحد أو نصادر رأي المواطن المصري. بالطبع ونحن نتفق معك لأنها هذه حرية شخصية، ولكل مواطن مصري أن يدلي بصوته، كما له الحق أيضا في أن يقدم توكيله الرسمي أو تفويضه للمرشح الذي يفضله. هذه بعض المشاركات والتعليقات التي وردت إلينا عبر موقع التواصل الاجتماعي لهمزة وصل. نتحول الآن لمتابعة المجموعة الثانية من الاتصالات الهاتفية. سيكون معنا المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة، أيضا المهندس عمرو علي القيادي في حزب المصريين الأحرار، والأستاذ سامي إمام رئيس قطاع الشهر العقاري. أولا مع المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة. سيادة المستشار، يعني الآن ونحن نقترب من العد التنازلي لإجراء الانتخابات والذهاب إلى صناديق الاقتراع، الوضع بالنسبة للمرشح المحتمل، هل هناك مشكلة فيما يتعلق بالوقت؟ لأنه هناك في الواقع بعض المشاهدين ربما ليست له خلفية قانونية يتساءل هل يجوز مد هذه الفترة أم أن الأمر منقضي بالفعل بقرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايز الأول بس أوضح حاجة. نعم فضل. وهو مفهوم ومعيار العدالة والحياد بالنسبة للتوكيلات. نعم. مش من العدالة بل من الظلم انك تحرم احد من حقه في الحصول على التوكيلات. فالمرشح اللي او اللي ينتوي الترشيح ومش قادر ليجمع التوكيلات لشعوره ان هناك من يحاربه، له ان يتقدم بالشكوى ويقول انني حرمت من هذا، واللجنة سيف بطار سوف ترد اليه حقه. بس في نفس الوقت حضرتك برضو مش من العدالة ومن الظلم الشديد انك تيجي على اللي قدر يجمع توكيلات كتيرة وتقعد تشكك فيه وتلسن وتهمز وتلمز وتعوق وتعطل. ده ظلم، ده ظلم، ده ظلم. اذا كان في مرشح
من غير اسماء، احنا ما بنقولش اسماء. نعم. انا بقول مواصفات. نعم. اذا واحد من المرشحين كان بؤرة، كان بؤرة اتجمعت حواليها شو مشاعر وقلوب الشعب المصري، وخرج ناس كتير تعمل له توكيلات، هذا اشكك فيه والسن واقعد اهمز واغمز واقول اصل وفصل. هو ما عملش حاجة، هو قاعد في مكانه. فاذا كان واحد يشعر انه حرم من الطرف الثاني، يشعر انه حرم يتقدم بشكوى، اول من يرفض لابد هيكون المرشح الاخر واللجنة. قدامنا حضرتك اللي انا يهمني اللي انا اقوله ان من هو الرئيس القادم. الرئيس القادم لا اتحدث عن اشخاص ولا عن اسماء. انا هتحدث عن معايير ومواصفات، اللي يكون فيه مواصفات والمعايير ده هو اللي هننتخبه، وهو اللي الشعب المصري هيتجه اليه قلبه وفؤاده وعقله ووجدانه. عايزين الرئيس القادم اللي لما تيجي سيره الشعب نلاقيه بيستخدم كلمات رقيقه حاليه كلها تواضع ومحبه تصل الى درجه الخضوع. ده ليس ضعف يا فندم، دي مش علامه ضعف، ده دليل قوه. القران الكريم بيقول جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. سيدنا ابو بكر الصديق كان قريب الدمع، كان مرهف الحس، كان اذا تكلم ممكن يدمع. هذا القائد العملاق ابو بكر الصديق قائدنا ومولانا، هذا سير قريب الدمع، سير 11 جيشا وسير بعثه أسامة لتأديب الفرس. فأنا رئيسنا القادم يكون حاني على شعبه شديد البأس على أعدائه. أقول له طب ومنهجك إيه يا رئيسنا القادم؟ أنت ناوي تمشي إزاي؟ هتبقى يقوم يقول لي، لو قال لي كده هنتخبه، يقول لي همشي على ما ورد في سورة الكهف اللي راحوا للقائد قالوا له نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، تاخد فلوس وتبقى انت القائد. قال لهم، يقوم يرد عليهم يقول لهم ايه؟ ما مكنني فيه ربي خير، اللي هقدر اعمله هعمله، بس بقى لو سمحتم اعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما، اتوني الحديد حتى اذا سوى بين الصدفين ان انفخوا على غتم الحديد يبقى نار. وبعدين اتوني انا بقى افرغ عليه قطرا. يبقى الرئيس الجديد اللي هيقول لي اتحرك يا شعب علشان خاطر ابقى اقودك وثق فيا، انا هادي عملي بشرف وهادي عملي باخلاص وهادي عملي بالنزاهه وهكون عادل والمس انه ما بيضحكش عليا وانه ما بيخونش. اذا شكوى المستشار من له شكوى يجب ان يتقدم بها وعليها الدليل. شكرا لك، وصلت الفكره مستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدوله، شكرا لحضرتك. نذهب للمهندس عمرو علي القيادي في حزب المصريين الاحرار. مهندس عمرو علي، يعني هناك الكثير من المشكلات ربما والشبهات التي يثيرها البعض الان، مساله العرقله في جمع التوكيلات او التعنت من جانب الشهر العقاري كما اشار البعض. أنتم في الحزب كيف تتابعون ما يجري الآن على الساحة السياسية في المشهد الانتخابي أو ما يسمى سباق التوكيلات أو التفويضات الرئاسية؟ أهلا بحضرتك وأهلا بالمشاهدين. تفضل. الحقيقة أنه مسألة التوكيلات وجمع التوكيلات الرئاسية يعني احنا بنعتبرها هي الحلقة الثانية بعد التوكيلات الأولى التي جمعت في عام 2012 للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية الأولى بعد ثورة 25 2011. لكن يعني بمتابعة الأمر وجدنا أن هناك اختلاف كبير ما بين أمر التوكيلات في 2012 وأمر التوكيلات في 2014. كيف؟ بعد أي ثورة في تاريخ أي شعب بنجد دائما حركة من حركات الفوار السياسي. الناس دائما تختلف، تتقسم كثير طوائف وشعب،
وكما نرى أو كما رأينا قبل ذلك أكثر من 13 مرشحا رئاسيا للانتخابات الرئاسية حصل بعضهم على التأييد المطلوب في التوقيت المطلوبة في الانتخابات السابقة، وبعضهم حصل على تأييد أحزاب بعينها فدخلوا الانتخابات. ولاحظنا أو رأينا أن التوكيلات الرئاسية في مرحلة 2012 تنوعت ما بين عدد كبير 105 ألف صوت أو توكيل حصل عليه أبو إسماعيل قبل طبعا رفض أو لغة ترشحه بسبب جنسية والدته، وبين أرقام يعني وصلت لل 50 و 60 ألف توكيل. هذه المرة التوكيلات مدفوعة بالرغبة الشعبية لحدوث استقرار ونزول مرشح بعينه، وأقصد به المشير عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي الآن الذي قدم أوراق اعتماده طبعا وأوراق ترشحه للجنة العليا للانتخابات. الموضوع مختلف برمتي، ربما يكون العدد الكبير الذي تقدمت به حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة اللي هو رقم 200 ألف، ومعلومات أنه قد تخطط 450 ألفا، ولكن الذي جمع وتم تصنيفه ووضعه في ديسك يعني في سيديات ويعني توريده أو عملية وصوله إلى اللجنة العليا للانتخابات تقديمه كان عدد حوالي 200 ألف، وهو طبعا رقم يفوق 10 أضعاف تقريبا المطلوب من لا يمكن أبدا أن نقارن ما حدث بأنه قدرة تنظيمية كبيرة من حملة عبد الفتاح السيسي على قدر ما هي رغبة شعبية حقيقية من جميع محافظات مصر في ترشيح هذا الرجل. ما ننساش أن عبد الفتاح السيسي فترة طويلة من الزمن كانت تمارس عليه ضغوط شديدة من جميع الطوائف والأحزاب وأيضا القوى الشعبية. يعني هل تعتقد بأن مسألة جمع التوكيلات في حد ذاتها من حيث المبدأ يمكن أن تكون صورة مصغرة للنتيجة المتوقعة من الانتخابات؟ طبعا طبعا يجب أن نعلم جيدا أنه إذا كانت سهولة جمع التوكيلات لعبد الفتاح السيسي وأتت بأكثر من 450 أو ربما تقترب من حاجز النصف مليون توكيل، بينما المرشحين الآخرين وأقصد بهم أقرب المرشحين الأستاذ حمدين صباحي بالأمس القريب أو أول أمس نعم حزب التجمع الذي يدعم عبد الفتاح السيسي قرر أن يفتح مقراته لأن يستكمل حمدين صباحي الأرقام المطلوبة منه من التوكيلات، وهذا يعني مؤشر واضح جدا على أن الرغبة الشعبية الجارفة لعبد الفتاح السيسي تكفل له الفوز بأرقام كبيرة جدا. أنا يعني ربما يعني بسبب خبراتي السابقة في موضوع التوكيلات الرئاسية أو حتى مشاركتي في الانتخابات السابقة في أحد يعني المحامات الرئاسية أظن أن بالقياس لهذا الحجم الكبير جدا للتوكيلات تبدو فرص عبد الفتاح السيسي هي الأقرب، ربما يتعدى صوته في الانتخابات القادمة 17 مليون صوت انتخابي، بينما الصعوبات التي واجهها حملة حمدين صباحي في حتى استكمال 25 ألف ولكن طبعا بالحد الأدنى من المحافظات يقول أن الانتخابات القادمة شبه محسومة لطرف عبد الفتاح السيسي. نعم، وهناك أيضا مرشحين آخرين لم تتطرق إليهم ربما تظهر يعني تجميع وما إلى ذلك حتى إغلاق باب الترشح. بعد فكرة سريعة وصلت فكرة عايزة برضه أقولها أن احنا نتجه في هذه الانتخابات في حزب المصريين الأحرار. عفوا للمقاطعة، أذهب الآن للأستاذ سامي إمام رئيس قطاع الشهر العقاري. أستاذ سامي، يعني هناك من يشير إلى بعض المشكلات فيما يتعلق بمسألة التوكيلات، هل وصلت إليك أي شكاوى فيما يتعلق بما سمي بعرقلة أو مشكلات لبعض في مواجهة بعض المرشحين؟ أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. هذه ليست توكيلات ولكنها إقرارات تأييد لمرشح يتقدم المواطن أيا كان إلى السيد الموثق حتى يقر بأنه يرشح. يعني بغض النظر عن المسميات أستاذ سامي، يعني هي أصطلح عليها إعلاميا التوكيلات وهي ماشي. إقرارات طبعا حضرتك بتتحدث من الناحية القانونية لأن طبعا حضرتك رجل يعني قانون وحقوق، فلازم تفضل. ماشي تفضل. أيا كان المسمى يعنينا المعنى، فإنه حينما يتقدم المواطن الشهر العقاري كي يقر بتأييد المرشح فليس لدى الشهر العقاري من السادة الموثقين أي توجيهات أو توجهات
لأن يوجهه هذا المتقدم للشهر العقاري بأن يقر لزيد أو لعبيد. نعم. فالمقر حينما يوقع على الإقرار فإنه قد أقر للمقر له، وليس العضو الشهر العقاري أن يوجه أو يتوجه. فهذه